أهلا بحضراتكم. 11 يوليو 2017 عندنا ملفين هنشتغل عليهم النهاردة. الملف الأولاني هيكون في الجزء الثاني من الحلقة، الملف الثاني يعني هيكون عن ما قامت به قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية. النهاردة زي ما يكون كده كان في رشوة حصلت، قطر رشت أمريكا، وأمريكا هتلعب دور محامي قطر في الفترة اللي جاية. واحد يقول لي طب ما امريكا خدت فلوس من السعوديه ولا اخره، اي ما دي واحده من استراتيجيات الشخصيه الماكيافيليه. والامريكان زي ما روزفلت قال في الثلاثينات، يعني قال اللي بيحكم امريكا هو في الاصل بزنس مان، رجل اعمال عايز يكسب يعني، وبالتالي لا مانع يحلب البقر ده شويه ويحلب البقر، طبعا البقره هنا يعني بالمعنى المجازي للكلمه، فياخد فلوس من هنا وياخد فلوس من هنا. والراجل ترامب بالحقيقه ما كانش يعني ما كدبش علينا، الكلام ده بيقوله من الثمانينات انه دي واحدة من مهامه اذا بقى في موقع السلطة انه ازاي ياخد فلوس من دول الخليج اللي امريكا بتحميها. هيكون معي الاستاذ دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية علشان يوضح لنا ايه اللي حصل وايه اللي المفروض احنا كدول اربعة نقف في وجه الارهاب القطري، ايه البدائل المتاحة امامنا وازاي نتعامل مع قطر وامريكا في الفترة القادمة. الفقرة الاولى عن الارهاب، عايزين ندخل كده شوية في عقل الارهابي. هو الجماعة الارهابيين دول هم لما بيختاروا اهدافهم بيختاروها ازاي وايه الرسائل اللي بيبقوا عايزين يبلغوها؟ بص حضراتكم، الارهابي عادة بيختار ما بين بدائل، في ممكن يختار هجوم محدود على هدف رخو، هجوم محدود على هدف رخو، او هجوم محدود بس على هدف صلب، او هجوم ضخم على هدف رخو، او هجوم ضخم على هدف صلب. يعني ايه بقى؟ يعني ايه الهجوم المحدود؟ الهجوم المحدود يعني اللي تكون خسائره يعني قليلة، وبتستخدم فيه آليات تدمير متواضعة، زي ياخد عربية، ياخد اتوبيس يدهس بيها الناس، يستخدم بندقية يموت له واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، مسدس، قنبلة محدود التأثير يحطها على جنب طريق ولا في مدخل مبنى أو حاجة زي كده، أو حتى سكينة. بعض الإرهابيين يعني يروح داخل يغز حد بالسكينة ولا أخر. يبقى ده بنسميه هجوم محدود. في حاجة تانية اسمها هجوم الضخم. إيه الهجوم الضخم؟ الهجوم بتستخدم فيه آليات تدمير عالية التأثير وشديدة الانفجار، مدفع رشاش، سيارة مفخخة يحط لك فيها طن مواد شديدة الانفجار، أو قنابل، تبص تلاقي قنبلة بدل ما تبقى قنبلة محدودة لو انفجرت ويطلعها 10-15، لا ده يبقى عايز أرقام أكبر من كده. طيب يبقى ده فيما يتعلق بآلية التدمير. طب فيما يتعلق بالهدف، ممكن يختار هدف رخو. هدف الرخو اللي هي الأشخاص، العربيات، المنشآت اللي هي أصلا غير معدة لا لرد الهجوم أو لتبادل إطلاق النار مع الإرهابي، زي بقى يعني يا مدنيين، أشخاص مدنيين، أو أماكن أو معدات بيستخدمها المدنيون، فنادق، سيارات خاصة، مركبات نقل عام، طيارة، مؤسسة أيا ما كانت. فده بنسميه هدف رخو. في هدف اسمه هدف صلب، هدف منيع، اللي هو فيه يكون حد أدنى من التأمين وقدرة على مبادلة الإرهابيين إطلاق النار أو حتى القبض عليهم أثناء قبل بعد تنفيذ الهجوم. لو حطينا الأربع بدائل دي هنلاقي إن إحنا أمام أربع خانات. عادة الإرهابي غير المنظم اللي هو كده إيه بيسموهم الذئاب المنفردة، يعني كل واحد ماشي لوحده كده، أنا النهاردة ما بنبقاش النهاردة، يعني بيبقى فترة كده من الإكآبة والرفض للمجتمع والإحساس بالاغتراب والتدين المصطنع وكلام زي كده، خلاص يقول لك أنا عايز يعني عايز أموت، بس لما أموت أدخل الجنة بحساباته طبعا الخاطئة يعني. فعادة الإرهابي غير المنظم ده بيختار هجمات محدودة على أهداف رخوة. يعني إيه؟ يعني ما بيحاولش ان يروح بقى يصنع قنبله ولا انه يعني يعمل عمل يموت له فيه اعداد كبيره، لا ده بيبقى شخص كده لوحده وعايز يروح لهدف رخو، يعني لو راح كتيبه عسكريه ما هيضربوه بالنار ويخلصوا منه يعني. ثانيه واحده. الحمد لله، استغفر الله العظيم. الحمد لله. طيب
طب يعني ايه هدفه ده؟ هنا بقى الجماعات الارهابيه بتحب الارهابيين المنفردين دول. ليه؟ لانه عمليه في الثانيه في الثالثه في الرابعه، تلاقي ماسك ايه كل كده يعني اسبوع اربع خمس ايام الجرايد مليانه اخبار عن واحد مش عارف فجر ايه، واحد قتل ايه، واحد حط قنبله فين، واحد ضرب مين بسكينه. فده بيدي احساس ان في عدم امان وفي تغليب اللي بتغيب في دور الامن، كان المؤسسه ما بتلعبش، مؤسسه امنيه يعني ما بتلعبش دورها، وفي دور دعائي بقى واعلامي. وهنا بقى وسائل التواصل واجهزه الاعلام بتنشر الاخبار وتضخمها. لكن الجماعات الارهابيه اللي مموله ومدربه واللي عاده بتكون تابعه لاجهزه الاستخبارات، لا دي بتميل الهجوم الضخم، سواء بقى على اهداف صلبه او على اهداف رخوه، يعني على اهداف عسكرية او شرطية او حتى على اهداف مدنية. وهنا بيكون الهجوم ده على هدف صلبة بالذات مدفوع برغبة في ارسال رسالة سياسية قوية، اما انتقاما، يعني هو بينتقم من هجمات وجهت اليه وضربات خسر منها فيقولك لا كده بقى انا اخش اضربكم في عقر داركم، او بيكون عايز يوصل رسالة سياسية كبيرة، حاجة تسمع في الدنيا كلها. لانه نشرات الاخبار مش تقولك ان واحد ضرب واحد بالموتوسيكل، ولا واحد خبط واحد بالعربية، ولا واحد ضرب واحد بسكينة، ولا واحد اطلق النار على حد، لا ده انا عايز اعمل حاجة بوم ضخمة. جماعات بقى الارهاب السياسي اللي احنا كنا زمان بنسميها الاسلام السياسي قررت ان تتحدانا وان ترفع درجة الاستهداف الارهابي حتى يصل الى قمته، يبقى هجوم ضخم جدا على هدف صلب جدا، طبعا مع استمرار بقى الهجمات المحدودة من آن لآخر، وكأنهما مساران متوازيان، الأهداف الكبرى بعمليات إرهابية منظمة ومعدة سلفا مع الحاجات الفردية اللي بتحصل من آن لآخر. الهجوم اللي حصل في جنوبي مدينة رفح يمكن تصنيفه بوضوح على أنه هجوم ضخم ضد هدف صلب، وحدة عسكرية شديدة التحصيل. وكان من ضخامته انه ترتب عليه مقتل 40 واحد من المتطرفين واستشهاد وجرح 26 ضابط وجندي مصري وفقا لما اعلنته القوات المسلحه المصريه. هذا الهجوم الارهابي ده بيبقى تاني بالنسبه لنا اضخم هجوم ارهابي منذ الهجوم الارهابي اللي كان في الشيخ زويد في يوليو 2015. وفي برضه تغير هنا جيو يعني سياسي، ان انت بدل ما كان في الفترة السابقة الاستهداف بيكون من الجبهة الغربية على الحدود الليبية، كانت هدف لمعظم هجمات جماعات الارهاب السياسي خلال سنة 2017، وكانت الجبهة الشرقية في سيناء هادئة نسبيا في الاشهر الماضية نتيجة عمليات الناجحة الكتيرة للقوات المسلحة هناك. انما اختار هذا الهدف الصلب بهذا الهجوم الضخم بيأتي كرسالة سياسية رباعية الابعاد، ليها اربع توجهات. اولا بيجي بعد معاناة القوات المسلحة عن تطهير اهم معاقل وملاذات الارهابيين على مدى عقود، وهو المعروف بجبل حلال، وده انجاز كبير جدا قامت به القوات المسلحة لا شك في هذا. وسط سيناء لحد بعيد اصبحت خالية من بؤر تجمع الارهابيين، وبالتالي ما بقتش مسيطرة على القرى الجنوبية في مدينتي رفح والشيخ زويد واللي كانت مسرح للعمليات الكبرى في فترات طويلة. ثانيا الهجوم ده مش فقط ضخم من عدد المشاركين فيه من حوالي 100 ارهابي، ولا من حيث العتاد، بتكلم عن عربيات دفع رباعي حديثة جدا، قذائف هاون RPG، قذائف مضادة للطائرات، مدافع رشاشة، كأنه خلية ارهابية، ده مش مجرد واحد ارهابي، دي خلية ارهابية على هدف صلب للغاية. مقر الكتيبة 103 صعقة، واللي تعتبر اقوى كتائب الجيش في رفح، ونقطة ارتكاز هامة لسيطرة القوات المسلحة على جنوبي المدينة. تقارير بتقول ان الكتيبة دي بتقف على تبة جبلية في مفترق طرق، ومن خلالها يمكن قطع طرق التهريب او الانطلاق لشن هجمات جنوبي رفح، وبالتالي يمكن النظر اليها على انها لو كانوا نجحوا وما كانوش ابطالنا قتلوا هذا العدد من الارهابيين، كان ممكن انه يكون في نفس اليوم ده يكون في هجمات اكثر عنف على منطقة رفح لو كان مر دون هذه الخسائر الفادحة للإرهابيين. ثلاثة، الرسالة السياسية واضحة جدا بأن مكان الهجوم بيقع مباشرة في قرية تابعة لواحدة من أهم بل هي أكبر
قبائل سينا قبيلة الطرابين، واللي بتقود اتحاد القبائل المؤازرة للجيش في حربه ضد الإرهاب، واللي بين شبابها شكلوا مجموعة مسلحة بالتنسيق مع أجهزة الدولة للانخراط في محاربة داعش. وبالتالي فداعش كده كأنها بتقول إنها تستطيع مغافلة أو ربما اختراق هذا التحالف السيناوي اللي معنا مع الدولة المصرية ضد الإرهاب والإرهابيين في سيناء، وإنها حتى ولو كانت في الفترة السابقة كان كل الريكورد كل السجل خسائر خسائر خسائر، لكنها لسه كداعش واقفة على رجلها. كمان هنا هذه العملية تأتي بعد مجموعة من الخطوات الدبلوماسية الناجحة اللي قامت بها مصر في تشكيل تحالف عربي مضاد لقدس أقداس الإرهاب في الشرق الأوسط والممول الأساسي له في قطر. العمليات الانتقامية دهيت واضح إنها جاية، وربنا يستر، محاولة لإضعاف الروح المعنوية للجنود والمواطنين المصريين وإحراج النظام السياسي بتصوير نجاحاته في محاربة ومحاصرة الإرهاب بأنها نجاحات جزئية وغير عميقة. بقول لحضراتكم ده هدف إن هم يقتلوا روحنا المعنوية. المطلوب مننا كمصريين الاستمرار في رفع حالة الوعي عندنا عند المواطنين وعند الجنود بمخاطر الاستسلام لجماعات الإرهاب السياسي، واستمرار الضغط على كل من يدعم الإرهاب قولا عملا تمويلا ملاذا أو تجنيدا. قال نابليون: لا يهزم الجيش إلا حين يقول أول جندي لقد هزمنا ثم يفر. وبالتالي طالما أنت واقف على رجلك وطالما أنت بتحارب وطالما أنك ما استسلمتش لسه أنت قادر على الانتصار. احنا قادرين على الانتصار، لن نهزم ولن نسمح لأحد أن يقول عنا أننا هزمنا في وجه الإرهاب ولن نفر. هو ده ردنا الوحيد على الإرهاب والإرهابيين. الرسالة: تحيا مصر ولن تحيا مصر إلا إذا حيا المصريون. تحيا مصر ويحيا المصريون متحدين ضد كل عدو ضد مصر وضد المصريين. هترك حضراتكم فاصل سريع، وبعد الفاصل هستضيف ضيفي استاذ الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه علشان ننقل الدفه سنه مش كتير، لانه الحقيقه الكلام عن الارهاب يستدعي بالضروره الكلام عن قطر والموقف النهارده اللي شفناه من الولايات المتحده الامريكيه اللي يبدو انها هتبتدي تلعب لعبه الباد كاب والجود كاب، او الشرطي الطيب والشرطي القبيح، واحد يدافع عن قطر وواحد يؤيد التحالف الرباعي المضاد لقطر علشان ده ياخد فلوس من هنا وده ياخد فلوس من هنا، وتبقى المصيبة ان احنا في الاخر نلاقي نفسنا بدل ما احنا بنحارب الارهاب نلاقي نفسنا بنحارب امريكا. جديد علينا الحتة دي؟ لا مش جديدة، مرينا بتجارب زي كده قبل من كده مع امريكا ومع غيرها. المهم ان يفضل التحالف الرباعي ده صلب قوي وان شاء الله هننتصر. فاصل ويكون لقائنا مع ضيفي العزيز. دكتور طارق فهمي واحد من الوجوه البارزة في مجال التحليل السياسي، أنا عادة يعني أحب أقرأ حينما يكتب وأحب أشاهد حينما يستضاف، والنهاردة هو بيشرفنا بأنه يجاوب لنا على أسئلتنا وحاول يساعدنا في أن احنا نفهم هذه الخريطة المعقدة واللي بتزداد تعقيدا مع محاولات قطر لأنها من ناحية تراوغ ومحاولاتنا احنا كتحالف رباعي في ان احنا نصد الهجمات القطرية تمويلا واعلاما وزي ما حضراتكم بتشوفوا كده ملاذا امنا للارهابيين. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. منورنا يا فندم. ربنا يبارك لك فيك. انا سعيد اني معاك طبعا. ربنا يبارك لك فيك يا دكتور طارق. خليني ابدا بالسؤال، النهارده الراجل تيلرسون خضنا كده وطلع كمنه يعني محامي بيدافع عن قطر ويقول لك ايه ده قطر عملت ردود افعالها كانت منطقيه جدا في الفتره اللي فاتت ووقعنا معاهم بروتوكول تعاون في مكافحه الارهاب كما لو انه يعني هم بيكتشفوا قطر لاول مره. صحيح. مع انه الرئيس الامريكي قبل من كده قال صراحه انه قطر في فترات سابقه يعني عندنا ادله بتدعم الارهاب. ايه الحكايه؟ ايه الجديد في هذا الموضوع؟ الجديد طبعا هو الطرح الامريكي من خلال وزاره الخارجيه الامريكيه. حضرتك تعلم جيدا ان في
طبعا تجاذب داخل الإدارة وقطاعات في وزارة خارجية ووزارة الدفاع المجمع الصناعي العسكري، يعني في تجاذبات وتباينات في التعامل مع الحالة القطرية بأكملها. جزء منها بدأ زي ما حضرتك أشرت في موضوع تغريدات الرئيس الأول الداعمة لموقف دول المقاطعة، والتأكيد على أن قطر ربما تكون فيها كان تورط في عمليات وممارسات لأعمال إرهابية دعما وتمويلا وتنظيما، وده أمور واضحة يعني من تحليل خطاب الرئيس الأمريكي نفسه. اليوم نقطة من أول السطر، وزارة الخارجية الأمريكية أول ظهور لوزير الخارجية الأمريكية على مسرح السياسة في الشرق الأوسط. حضرتك تعلم أنه لم يشارك من قبل في أي شيء، إحنا نعرفه كرجل بترول ليه علاقات طبعا بطبيعة الحال في المنطقة، لكن ليس رجل سياسة كما تعلم أنت أستاذ كبير ففاهم القصة يعني. في جزء من ده مرتبط بيه بقى هو بيعيد تقديم نفسه كوجه سياسي في عملية الشرق الأوسط، وما بعثوا المبعوث السلام للشرق الأوسط وبعثوا سهر الرئيس ترامب، فبالتالي هو ده أول ظهور ليه على المسرح. هو ظهر بـ وان مان شو، كلم فجأة على تفاهم أمريكي، إحنا مش عارفين هل هو ده تفاهم، مذكرة تفاهم، بروتوكول زي ما حضرتك أشرت وتكرمت، وفي أجزاء كتيرة قوي في الكلام اللي هو قاله يحتاج إلى معرفة. هل فعلا زي ما حضرتك بتقول إنه طلع فجأة يقول إنه قطر ستلتزم وتلتزم؟ طيب ده اتفاق امريكي قطري لا علاقه لنا بيه كدول مقاطعه بقى صحيح. يعني خلينا نبقى واضحين في هذا. طبعا اجتماع غدا دون اقفز يعني على غدا ده لا مهم اللي تقول لنا بقى المشهد على بعضه بكره في حاجه مهمه. الحال هيبقى في حضور مباشر من دول المقاطعه، وطبعا هيبقى في استراتيجيتين مطروحين من دول من الاول من الولايات المتحده ومن قطر بطبيعه الحال. خلينا ننتبه بس شويه دكتور معتز لحاجات معينه سريعه. التنسيق ده بدأ منذ أيام قليل، بدأ مع الحركة الدولية حوالين قطر ودعمها، وزير خارجية بريطانيا، تحركات فرنسية هتتكثف خلال برضو الساعات المقبلة، زيارة للرئيس التركي خلال أيام أعلن على زيارة إلى الخليج، في حركة دولية غربية، بس في الآخر العقل المدبر لهذه الحركة هي الولايات المتحدة الأمريكية. ده الواضح أنه الترتيبات البريطانية أمس في تنسيق بين الأمريكان وبين البريطانيين في هذا الإطار. غدا إحنا أمام مسارين، إما مسار يكون مباشر أنه سنضمن الولايات المتحدة الأمريكية تقول بمقتضى هذه المذكرة أو مذكرة التفاهم أو البروتوكول سنضمن كل ما له علاقة بقطر في المرحلة المقبلة وما إلى ذلك. الكلام العام المطلق الإنشائي حضرتك أستاذ فعارف هذه القصة ما تعنيناش بشيء، تعنينا أنها فيها جزء منها يرتبط بتدابير سياسية وأمنية تبدأ بمراقبة المصارف المالية، التفاصيل بقى في هذا الإطار ومحاولة وضع الحالة القطرية في إطارها. هل ستستطيع الولايات المتحدة الأمريكية وغدا هذا الوزير الذي يطل على الشرق الأوسط بأول أزمة في التعامل هيكون عنده القدرة يطرح هذا؟ هل مطلوب أن احنا في هذا الإطار أن حضرتك تقترح كدكتور معتز استراتيجية بديلة أن لازم أنت كمان تعمل مذكرة تفاهم ثنائية أو ثلاثية متعددة؟ يعني احنا بكرة مش متلقيين، احنا لابد يبقى جزء من دورنا بكره الاجتماع وزارة الخارجية للدول الأربعة بكره مع تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، لازم يكون عندك طرح مضاد، طرح مضاد ده بينك وبين قطر، ده بينك وبين اللي بيننا وبينك انت بقى وبيننا بقى عايزين بيننا وبين الأمريكان وبيننا وبين القطريين. لأن في جزء لا يخصنا، جزء يخص القطريين والأمريكان كضمانات منهم وبعض، لكن انت في الآخر أنا مش محتاج رسائل تطمينات أو مذكرات تفاهم مع الأمريكان والقطريين يلتزموا. بعد قليل ستقول قطر أنها لا علاقة لها بهذا، يعني لا علاقة لها بهذا، وهذا ما جرى طبعا في حضرتك اعلان الرياض وما تلاه من امور تم التنصل منها. هو ده البيان اللي طلع النهارده، هو ده اللي حصل اللي هو بيؤكد على البيان النهارده اللي طلع من الدول الاربعه ده كانه ضربه استباقيه للقاء بكره، مش كده؟ هو توقع يا دكتور معتز بما يمكن ان تمثله الضغوطات الامريكيه حضرتك في هذا التوقيت. هناك تصور واضح، هذا التصور الواضح قائم على امرين، انه الدول العربيه هناك تصور انها تكون في دائره ضيقه من الحركه او حصارات او خياراتها محصوره او هامشيه او ضيقه، فبناء عليه البيان زي ما حضرتك بتقول النهارده هو بيسجل موقف لبكره. اذا طرحت علينا انه هذا هو الطرح الامريكي القطري فنحن لدينا استراتيجيه استباقيه. الاستراتيجيه الاستباقيه دي هتقوم على حاجتين، واحد انه موقف دول المقاطعه، موقف دول المقاطعه مع قطر اولا وليس مع الولايات المتحده الامريكيه. الحاجه الثانيه اذا كانت الولايات المتحده الامريكيه عايزه تبقى في الواجهه وحفظا لماء وجه المسؤولين القطريين وقطر، يبقى في تنسيق تاني يتم بتدابير واجراءات سياسيه واستراتيجيه وامنيه على الارض. يبقى ده جزء مهم قوي. لكن اذا قبلنا بنصف حل وشبه خيار، خلي بال بقى حضرتك النقطه دي ودي مهمه قوي، انه ممكن الجانب الامريكي يطرح فكره خبيثه
إذا صدمت المواقف أوليا. نعم. إنه يقولوا إن إحنا نعمل مؤتمر دولي، مؤتمر دولي لمواجهة الإرهاب. تدخلوا قطر وتدخلوا كل الأطراف بما فيها نحن الدول المقاطعة في هذا الإطار، وتدخلوا بريطانيا، تدخلوا فرنسا، وتدخلوا ألمانيا اللي كانت موجودة. فيحصل تمييع للقضية. بالظبط كده. يبقى أنت داخل في سيناريو مفتوح، مشاهد مفتوحة وسيناريوهات مفتوحة. لا تستطيع أن تجبر هنا قطر على ده. هل سنقبل أم لا؟ ده سؤال مشروع إن حضرتك تسأله. هل ستقبل دول المقاطعة في هذا؟ موقف الدول المقاطعة متماسك حتى هذه اللحظة، حتى البيان اللي حضرتك اشرت بيه منذ قليل. يبقى ده مهم قوي انه الموقف ده يفضل متماسك. الحاجه الثانيه ان عند حضرتك طرفي معادله، دول المقاطعه وقطر. اي اطراف اخرى معاونه اقليميا او دوليا ربما ربما لا تكون في المواجهه. يعني الدخول على المثال على الجانب الاقليمي، دخول تركيا او ايران او اي اطراف اخرى، تمام، في هذا التوقيت هيعقد الامور المعقده اصلا. فبالتالي قطر زي ما حضرتك بتدرك جيدا انها المراوغه السياسيه في جزء منها من التمكين من اداره المشهد. يعني ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. هل القطريين من ناحيه والامريكان من ناحيه لعبوا لعبه رشوه من تحت الترابيزه؟ يعني سامحني حضرتك اقول لك ايه؟ اتفضل. يعني حضرتك القاضي مثلا وانا في خصومه بيني وبين الطرف الثاني، فرحت مفوت لك حاجه من تحت الترابيزه كده، لقيتك انت فجاه بدل ما انت قاضي محايد ونزيه وبتوازن الامور، رحت فجاه متبني وجهه نظر الخصم، حصل رشوه؟ عايز اقول لحضرتك يعني انت استاذ قدير فتدرك هذه الامور. في قواعد اللعبه السياسيه حاجه اسمها معضله السجين والمعادله الصفريه والخانه الصفريه. انا مش عايز العب اللعبه دي، بس هو ده الواقع اللي حضرتك دلوقتي. انا عندي تصور مبدئي انه الجانب الامريكي من موقف محايد وعدم تبني مواقف وكان حكم ما بين الاطراف، فجاه الى الدخول على مسار مباشر بوزير خارجيه زي بقول لحضرتك، وانه ليس لديه خبره في اداره الاحداث، دخل بسرعه وخرج باتفاق صدمه لنا. لان انت بتتكلم في خطوات تفكيك عناصر الازمه. صح. تفكيك عناصر الازمه بيتطلب هو عقدها بداها من النهايه. صحيح. وهو بمذكره تفاهم واتفاق وهو ده الواجهه الامريكيه وده الحل الامريكي. خلي بال بقى حضرتك استاذ الدكتور معتز هنا او انا بتكلم، انت عند حضرتك الحل الامريكي اللي هو المفروض علينا على الدول المقاطعه. طبعا هو من الطبيعي ان الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تحفظ وجه القطريين، ده شيء خاص بيهم. هو الحقيقه كده هي هتحرك، ما هو تحفظ وجه القطريين لكن هتحرق الجانب الامريكي. بالظبط كده. ليه بقى؟ لانه مفهوم المصلحه اللي حضرتك بتتكلم فيه ده من البدايه يجب ان نعترف ان ده موجود. يعني منذ ان دخل الرئيس الامريكي الشرق الاوسط بوجهه النظر الراجل بتاع البورصه، راجل حسابات النفقه والتكلفه والعائد، حسابات المكسب والخساره، فاحنا بيوفر ده وهو راجل واضح، يعني واضح ومباشر في هذا. وطبعا حضرتك عارف التداعيات اللي حصلت في امريكا عقب الزياره، انهم طبعا مكاسب اقتصاديه ورئيس شعبيه اعتبروها زياره ناجحه. طبعا زياره ناجحه بالمعايير الرقميه الخاصه بها هي زياره ناجحه. الخارجيه الامريكيه ووزاره الدفاع حضرتك والمجمع الصناعي العسكري عايزه تبني موقف داعم لقطر. القضيه ليست القاعده العسكريه وليست الشراكه العسكريه، دي امور مستمره ولا نقاش فيها. لكن الامر الواقعي الجديد النهارده بيفرض نفسه انه الجانب الامريكي من مصلحته ان تنتهي الازمه لصالح قطر، وان يحدث توازن فيما حصل عليه من دول الخليج ومن السعوديه، ومحافظ على نمط الشراكه والتعاون بصوره كبيره، ورسائل طبعا ممتده بحمايه المنطقه وما الى ذلك، لكن في جزء منه الدفاع عن قطر كدوله. لانه هنا هذه اول ازمه كما تعلم حضرتك، اول ازمه تواجه قطر على الارض. القضيه ليست ازمه اسره حاكمه او مناكفات في الاقليم، لكن هي ازمه فيها نوع من التحدي للوجود القطري. بناء عليه اللي بيدير الأزمة في جزء من ده مفاوضين إيرانيين وخبراء إسرائيليين ومستشارين في الإدارات الأمريكية السابقة، ليست قطر وحدها. فأنت عندك حوائط صد، يعني زي المناعة المباشرة للتعامل مع هذا المشهد. فأنت عندك مشكلة خطيرة في هذا التوقيت، تفكيك عناصر الأزمة وفق للمنطق القطري، أنه نعتمد على مراوغة سياسية، نفتح المشهد على مصراعيه، نقدر نعدد ونشعب عناصر الأزمة وتتفاعل معها. الموقف المباشر اللي هيقف حائط صد امام هذا هو موقف دول المقاطعه. موقف دول المقاطعه موقف واضح. وانا طبعا في هذا السياق يجب ان اشير انه حتى في مؤتمر القاهره في بيان القاهره كان وزيرنا سامح شكري مباشر في نقطه مهمه قوي، وهم بيلغوا ال 13 مبدا يقولوا خلاص انتهوا ما فيش، والرد من غير مضمون زي ما قال الوزير سامح. لكن حط ست مبادئ حاكمه
انا اتمنى ان هي دي تبقى اسس الاطار او الاطار العام اللي انت هتشتغل عليه فيه، لان الوزير حدد فيها الاطر المباشره وكان محق في كل نقطه قالها، ودي ثوابت موقف دول الخليج ومصر. نعم، في احتمال من قريب او من بعيد ان الدول الخليج الثلاثه تبعنا، تبيع مصر يعني، تقول لك بص لا شوف لا هو ده طبعا ده سؤال مشروع حضرتك تعلم، وده مطروح انه ممكن يتم تصفيه المشكله في اطارها الخليجي وتبقى المشكله المصريه. هو في موقف متماسك جديد غير ازمه 2014، وفي موقف واضح قوي من دول الخليج ان الموقف ده لا يخرج عن هذا السياق، يعني ما يبقاش في حل ثنائي او متعدد. عايز اقول لحضرتك ربما احنا ما سالناش حدود الوساطه الكويتيه وصلت لكانت فين. طيب صحيح وده مهم قوي لان هم النهارده بيتكلموا عن الاسره الخليجيه طبعا، ودي مهمة حضرتك انك انت الوساطة الكويتية بتبقى في سياقها الخليجي وليست اي اطراف اخرى. وحضرتك تلاحظ في حاجة مهمة قوي، انه الوساطة الكويتية لم تلجأ لطرح بنود وعناصر، ما كانش في جدول اعمال يا دكتور معتز. يعني بنتكلم في سياق المحبة والمودة والاخوة والتاريخ والمصالح، مفيش بنود عناصر رئيسية حكمت الوساطة، حاولنا نعرفها او ما الى ذلك، لكن ما قدرناش نصل الى نقاط محددة دكتور معتز وطارق هيتفاوضوا عليها. ما في كل الكلام في سياق الخليجي، عشان كده انتقلت قطر من رد الفعل او الدفاع الى الهجوم. تكلمك دلوقتي في مدة زمنيه نخرج مجلس التعاون الخليجي، طب اللي عايز يخرج ما يخرج. تمام، في اختار ليه؟ طب صحيح هم قالوا ثلاث ايام يخلصوا بكره، هو بيدي لك بقى خيارات، الخيارات دي هو يدرك جيدا انه عايز يصدر ازمه لحضرتك في مجلس التعاون الخليجي. انت عايز تتعامل بمنطق القوه فستقبل طبعا. مفيش قبول من دول مجلس التعاون الخليجي، لانه لا احد يتحدث لا في عسكرة الازمه ولا في تفكيك مجلس التعاون الخليجي ولا تجميد ولا تعليق. اذا هذا هو الطرح من قبل قطر، عليك ان تتعامل معه بحذر، انه القضيه ليست مجلس التعاون الخليجي، احنا بنتكلم في موقف خليجي عام. وهم بيراهنوا في اطار مجلس التعاون الخليجي ان في حاجه على الجانب الاخر تكون معتز بمحور اقليمي. ايه المحور الاقليمي اللي هو يعني اذا خرجوا من مجلس التعاون الخليجي غدا او عملوا اختار لامين عام مجلس التعاون الخليجي بنيه الخروج وبداوا الاجراءات الاليه اللي حضرتك تعلمها وفق النظام الاساسي للمجلس، يبقى حضرتك هنا سيعلن على الفور محور تركي قطري ايراني. هذا هو الترتيب في هذا التوقيت. هتقولي طب ما ده يعمل مشكلة مع الجانب الأمريكي، ده يعمل كذب. أنا عايز أقول لحضرتك في جزء من الموقف التركي تنسيق أمريكي، يعني في جزء من مما جرى بدءا من الإعلان عن القاعدة وإرسال العناصر ليها والحركة السريعة اللي حصلت، الجانب الأمريكي لو كان معترض من البداية كان أبدى بعض التحفظات والملاحظات، جاءت الردود سلبية مما يثير علامات استفهام، هل الجانب الأمريكي هو الذي دفع الجانب التركي لاتباع هذا الخيار ولا لا؟ ده سؤال مشروع. الحاجة الثانية اللي تقلي حضرتك، الموقف الأمريكي لم يعترض على أي حركة قطرية إيرانية، يعني دي برضه تثير علامات استفهام، يعني دي تساؤلات مشروعه. بس الجانب الامريكي هل هو بينظر من اعلى؟ هو اشبه لحضرتك الموقف في قطر، واحد طلع الشجره بسرعه وعايز ينزل مش عارف ينزل، فهيجي ينزل ازاي؟ لازم اطراف تساعده على النزول، والخيارات تبقى قدامه كتيره جدا. الجانب الامريكي بقى في النقطه دي بيحسب حسابات كامله، هو مش عايز يعمل معضله سجين او يعمل مازق اخير او الخيار شمشون او الخيار صفر وانا بتعامل معاك، هو عايز يديك مساحه من الحركه تشتغل عليها. هو امس بهذا الاتفاق اللي عمله مع الجانب القطري صدر ازمه للدول المقاطعه، وبناء عليه انت حضرتك بكره قبل ما تروح لازم تكون في تنسيق كامل. التنسيق الكامل ليس تنسيقا في المواقف، لكن تنسيق في تماسك الموقف، يعني الموقف لازم حضرتك يا دكتور يتماسك بمعنى ان حضرتك ما تقدمش تنازلات اوليه. بمعنى ايه؟ انه ممكن الجانب الامريكي يطرح على حضرتك فكره ان نوسع اتفاق الاطار اللي هم عملوه ده او مذاكره تفاهم تشمل الدول المقاطعه ودول اخرى، يبقى ما فيش مشكله، يبقى احنا هنا ايه وسعنا الاطار، حفظنا ماء وجه القطريين، عملنا توسيع للاطار، لم نوجه اتهام لقطر. لان الرد مثير وغريب هو تحول لمحامي، يعني بيتكلم في ايه بقى يا دكتور؟ دي كمان حاجه تقلقك، يقول لك انه مفيش ادله على تورط قط، اذا انت حكمت خلاص، يعني انت قفزت على النتائج خلاص كلها، فانت بتناقشني في تفاصيل في ايه؟ الحاجه الثانيه، هل هتطلب الدول المقاطعه رساله ضمانات معينه مكتوبه؟ باجراءات محدده لازم ده برضو لازم حضرتك سؤال مشروع تقوله. طيب هسالك سؤال، اتفضل، بس خلينا يعني الاجابه تكون بعد الفاصل. هل من المنطقي ان يكون من النهارده من الوقت من اللحظه دي لحظة او ربما من ساعه فاتت لغايه قبل الاجتماع الخماسي بكره اللي هو الولايات المتحده مع الدول وزراء خارجيه الدول الاربعه المقاطعه لقطر، هل لازم يكون في نقاشات وحوارات ومفاوضات في اوض مغلقه
قبل ما يطلعوا لنا ببيان يعني لا شك انه ما لانه كده انت زي ما حضرتك اشرت يبقى العلاقه صفريه، مكسب قطر خساره الدول ديت ومكسب الدول دي خساره قطر. فهو امريكا متبنيه الموقف القطري فبدل الامر كما لو اننا احنا في موجه امريكا مش بس في موجه قطر. صحيح. فلازم في جهود تبذل من النهارده. يعني هسالك بقى ايه شكل الجهود ديت من النهارده لغايه قبل الاجتماع بكره؟ فاصل نرجع نكمل نقاشنا مع الدكتور طارق فهمي. السؤال المطروح على الاستاذ دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه، من النهارده لغايه ما يجتمع وزير خارجيه امريكا مع وزراء خارجيه التحالف المصري الخارجي المقاطع لقطر، المفروض يكونوا بيقولوا لبعض ايه؟ طبعا هو في بتبقى اتصالات على مستوى تراك 1 وتراك 2 ربما الرسمي والغير رسمي، لان زي ما حضرتك قلت قبل الفاصل بالفعل هيبقى في ترتيبات ولقاءات في الغرف المغلقه قبل الوصول الى البيان النهائي. لكن اعتقد انه دلوقتي هيبقى استراتيجيه لعب على المكشوف هتبقى هي الواضحه، لانه انت قبل ما هتروح هتبقى مبلور وجهه نظر مباشره ثنائيه على مستوى الخليج ومصري. لازم نحدد ده انه في مسار خليجي قطري ومسار خليجي قطري مصري، وبناء عليه لازم حضرتك تتعامل على المسارين، المسار ده والمسار ده. انا اعتقد الجانب الامريكي هيبقى حريص الاول على المسار الخليجي عشان نكون واضحين. المسار الخليجي هو المسار اللي هو يعني في بؤره التفكير الامريكي ان احنا نحل المشكله دي، حفاظا على مجلس التعاون الخليجي، حفاظا على البيت الخليجي. يعني في تصريحات في هذا السياق وربما يكون انه اداه لامن مصالح امريكا في مصالح امريكا اولا واخيرا، فهتبقى فيها حسابات مكسب وخساره فعليه على الارض انت بتشتغل عليها على هذا الاساس. وبناء عليه شغل حضرتك كله بياتي في هذا السياق. الجزء المصري اللي يهمنا هو ان مصر الموقف المصري هو الموقف المتماسك في دول مجلس التعاون الخليجي. احنا حددنا البنود وكان الوزير موافق جدا في البيان وفي اللقاء الاخير في القاهره، وطبعا كان اللي قبليه اللقاء بتاع قاده اجهزه المعلومات في مصر. اذا القاهره هي بؤره الحركه، صحيح ان بكره هتبقى في جده لكن القاهره هي بؤره الحركه. وبناء عليه مصر هيبقى موقفها حاكم. احنا هيبقى موقفنا حاكم بمعنى ايه؟ هل سنقبل بكل ما سيطرح ولا هيبقى لينا تحفظات على بعض النقاط؟ زي ما بقول لحضرتك استراتيجيه الصراحه والشفافيه هتبقى واضحه جدا. دكتور طارق انا لاحظت حاجه في الفتره الاخيره، هي طبعا هو كلام مسؤولين لكن اتصدر للاعلام، لا التصعيد شديد من الطرفين. يعني عايز اقول النهارده عشان يحدث تراجع من الامارات او البحرين او من السعوديه، يعني مصر لحد البعيد يعني تمام خلينا نحطها على جنب دلوقتي. انما الثلاث دول شنوا هجمه دبلوماسيه على يد على لسان المسؤولين وهجمه اعلاميه وكتير من الاعلام بيبقى موجه، ومن ناحيه تانية قطر عملت نفس الحكايه. انا مش متخيل ان الامور هتكون هتتحل بقعده، يعني عارف نقعد مع بعض. ما هو لازم انتباه لحاجه انه الازمه هيكليه دكتور معتز، حضرتك عارف الازمه طالما هيكليه وفيها عناصر مشعبه جدا فليس من السهل ان احنا نقعد في مائده واحده نحل هذه المشكله. انت محتاج اجراءات، والاجراءات دي سهله انها تعمل بروتوكول حاكم وعناصر وتدابير وما الى ذلك، دي سهله هتعملها في سياق التفاوض. لكن في البدايه لابد ان يكون هناك التزاما قطريا مباشرا. تسالني قطر ايه الالتزام؟ الالتزام لابد ان أعلن إمارة قطر بنص مكتوب وبيان رسمي بالتزامها بكل ما سيأتي إليه من تفاصيل بقى في آليات التفاوض. ده في الأول لكي تقتنع دول الخليج أنه في مناخ جديد يتشكل في علاقة قطر بدول الخليج ومصر. لكن الكلام العام والمواقف العامة ومحاولة تمييع المواقف مش هتقبله بيه الأطراف. ليه؟ لأن أنت وصلت إلى أقصى مراحل الشروط الخاصة بيك. فمن الصعب يعني انت لو حضرتك بتتابع من 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 ظهر اليوم وحتى من امس في موضوع التسريبات اللي حصلت لبعض الوثائق والبيانات انه التصعيد ده مش سهل حضرتك تتعامل معاه بسهوله وتفككه، لان في امور امنيه، في امور سياسيه، وفي جزء دبلوماسي، وفي جزء تفاصيل بقى الاوضاع الداخليه، دي امور معقده يا دكتور معتز حضرتك اعلم. فعندي مشكله وانا بتعامل معاها، انا مش بتفاوض سياسه بس، انا بتفاوض مع كل الاطراف اللي خاصه وانت بتعمل مع هذا. وكمان الدكتور كمان يعني من الامور اللي بتصعب المساله انه قطر بالفعل التزمت قبل من كده باللي مطلوب منها النهارده، يعني اقصد هي سنه 13 سنه 14 التزمت وكتبت، ومع ذلك احنا ما احنا شايفين على ارض الواقع اي التزامات. فلو كتبت تاني يعني خليني اقولها لحضرتك، ما التزمت به في الاتفاق القديم يرحل الى الجديد، بمعنى اذا دخلت الازمه الى خياراتها الصفريه انت تقدر تحرك بقى الموقف على المستوى الدولي. لان انت عندك دلوقتي وثيقه
موقعة باسم الشيخ تميم ووثيقة مكتوبة بعناصر وبنود أخلت بها إمارة قطر، أنت تستطيع أن تتحرك على المستوى الدولي، هتخرج من كل هذه الدائرة. هل ده مجرد رفاهة في التفكير؟ لا، أنت عندك لسه مسارات لم تعمل بيها ومسارات كثيرة. أنا أرجو ألا يعني يضيق فكرنا بجزئية أن الموقف الأمريكي هو الموقف الحاكم الذي سيحل المشكلة. يعني من مصلحة الدول المقاطعة أن تتعدد مسارات الخيارات والحلول، وأن يكون هناك مواقف أخرى جانب الموقف الأمريكي، روسيا الصين، ربما روسيا أوروبا. الصين أوروبا الاتحاد الأوروبي، ده مهم قوي في هذا التوقيت، ودخول أطراف أخرى بجانب الولايات المتحدة الأمريكية. أنا عايز أقول لحضرتك بصراحة يا دكتور معتز، من الآخر، إحنا مش هندي شيك على بياض لا أمريكا ولا القطر، يعني عشان نبقى واضحين. شيك على بياض ان انت رايح بكره توقع على شيك على بياض بالنسبه للالتزامات القطريه، لابد ان حضرتك تلتزم قطر بايه؟ بهذه البنود والشروط اولا واخيرا. عشان تقنع الدكتور معتز ان في ازمه، وادي الازمه عناصرها وابعادها، لازم تلتزم بده. لكن احنا مش رايحين بكره نوقع شيك على بياض للاداره الامريكيه. هتقولي طب ما الاداره الامريكيه تستطيع ان تدخل في مواجهه مع دول المقاطعه، لا، في حسابات واستراتيجيات. هل كانت الدبلوماسية القطرية أنجح من دبلوماسية الدول الأربعة في التخاطب مع أمريكا، ولا الحقيقة أنه مصالح أمريكا مع قطر، دور قطر في تفتيت الدول العربية في دعم الإرهاب، ده مصلحة أمريكية أصلا؟ يعني عايز أقول، هل كانت أمريكا في نقطة في المنتصف أو في على مسافة متساوية ما بين الطرفين وبعدين حازت لقطر بسبب شطارة القطريين، ولا الحقيقة هي أصلا أمريكا الدول بتلعبوا قطر ده هي أصلا راضية عنه؟ أنت سألت وأجبت، هي أصلا كده. يعني خلينا نكون واضحين في هذا، مش إمكانيات وبراعة الدبلوماسية القطرية. أنا أشرت إن في جزء، وده معلن ومنشور، في جزء من فريق المفاوضين إيرانيين، وجزء منهم أمريكان، وجزء منهم يعني في جزئية مرتبطة بكل اللي إحنا بنتكلم فيه. لكن هي قدرة التأثير في دوائر صنع القرار أمريكي كبيرة للأمانة. القطرين بيتحركوا بذكاء جدا، وعندهم كذا لوبي هناك بيشتغل، يعني مش لوبي كده يعني، فعندهم إمكانيات. لكن أصلا الثوابت ومعطيات العلاقات الأمريكية القطرية قوية على الأرض استراتيجيا وأمنيا، فأنت بتبني على ده، تبني على مصالح، مش بتبني على سياسات وإجراءات فقط. لكن أنا عايز أقول لحضرتك، نقل الكرة إلى دول المقاطعة مهمة قوي. ليه؟ لأنه برضو في تيار كبير قوي داخل الإدارة الأمريكية يرى أن السعودية هي ضابط الحركة في الإقليم بأكمله، وفي جزء من ده مرتبط بالأدوار المتعددة للسعودية، وفي جزء منه للأمانة مصر أيضا، لأنه مصر. طب أنا هقول لك حاجة دكتور طارق وسعدني، أنا يعني هلعب دور الأمريكي الشرير شوية. لك أنا في وسط الزنقة دي، أنا مش من مصلحتي إن التحالف الرباعي ده ينجح، لأنه لو حصل هذا التقارب ما بين الدول الأربعة دول، هما بالذات بقى مصر، خلينا نتكلم مصر والسعودية أكتر من والإمارات طبعا معاهم، لو حصل إن هما اتفقوا وقووا، ده معناه إنه بقى في محور عربي، مش بس قضية في مواجهة قطر، لا، ده في مواجهة كل القضايا. صحيح. يعني قضايا بقى تركيا وإيران، أنا مش عايز ده كل اللي بعمله، أنا بفتت المحاور وبفتت أصلا الدول المتماسكة. فأنا النهاردة من مصلحتي كأمريكا إن أنا أقف مع قطر إحراجا لهذه الدول، وربما لخلق فتن ما بينهم، بحيث انه في الاخر خالص الدول دي ما تكونش محور قوي قادر على انه ينفذ آليات ويتخذ قرارات تغير قواعد اللعبة في المنطقة كلها. انا اتفق مع حضرتك طبعا في السياق العام في ده، لكن خليني اقول انه المصالح الامريكية في المنطقة في ظل السياقات الراهنة مختلفة، يعني ربما يكون هناك تشكل جديد للمنطقة. حضرتك تعلم انه في بناء هندسي جديد للمنطقة، ولن نقبل به تسويات ومراحل جديدة، سواء في اللي حصل في العراق، في سوريا، في الاقليم باكمله، المنطقة غير مستقرة وغير امنة. لكن يجب ان نتفق ان في بناء هندسي جديد بيتشكل، وربما محاور وربما علاقات جديدة في المنطقة، وفق بقى لمنهج الرشادة السياسية. بتتحدث مفهوم الرشادة والمصلحة السياسية. أنا أتفق مع حضرتك أنه أي تجمع عربي أو أي محور، وعايز أقول أي تحالف، يعني بصرف النظر عن معنى كل سياق مصطلح فيها، أنه ده هيؤثر على السياسة الأمريكية في المنطقة. ليه؟ السياسة الأمريكية في المنطقة لا تزال الإدارة تتحسس خطواتها في الملفات في الإقليم. يعني صحيح أنها متواجدة في ملف الصراع العربي الإسرائيلي، الراجل موجود في المنطقة رايح جاي لسه في 4 جولات، موجودين في العراق، موجودين في سوريا، موجودين في الخليج بطبيعة الحال. لكن هذه الإدارة حتى هذه اللحظة لم تشتبك في قضايا الإقليم من قريب أو من بعيد بصورة فعلية، يعني لم تنقذ اختراقا في أي موقف حتى الآن. لا في ليبيا دخلت وكان ليها موقف، في سوريا بعد ضرب الشعيرات لم تحدث. وبالتالي من مصلحتهم أنه ما يكونش فيه محور مستبق، لأنه لو اتعمل هذا المحور هيعمل إزعاج لإدارة مرتبكة في التعامل مع الملفات. انا يعني ربما اكون في النقطه دي مباشر، انه الوزير خارجيه الامريكيه ملوش خبرات يا دكتور معتز، وحضرتك اعلم. فلسه بيقول الف باء السياسه في المنطقه،
إذن دكتور طارق فهمي احنا محتاجين الصلابة في الموقف. طبعا طبعا موقف متماسك يا دكتور. موقف متماسك والتمسك بالمطالب. صحيح. ومن اجل اكبار الجميع بما فيهم امريكا وقطر للانصياع لحد ادنى من مطالب. طبعا وانت تقدر تعمل استراتيجية مواجهة بقى يا دكتور. يعني اذا فشل لقاء غدا في محاولة الضغط على الدول العربية يبقى عليك ان تصيغ استراتيجية مواجهة والاستمرار في الموقف بهذه الصورة. انا ارى ان الموقف المصري السعودي الاماراتي قوي وواضح للغاية وهيستمر بهذه الصورة. دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية شكرا جزيلا. شكرا. وهنتابع وربنا يستر. هذا ما امكن اراده وتيسر اعداده وقدر الله الدكتور طارق فهمي قوله. شوف حضراتكم على خير بكره ان شاء الله. تصبحوا على خير.